هذا الفيديو قلت له يرمي القنبرة والشرخ بعيد عني بصور ما علي، لكن عاد عادت على خير سليمة. حصان ما انطلق ولا تفلت ولا لعب، مع ان الصوت مخيف والشرار او الشعلة مخيفة. حصان هنا ماسك النافورة او الشعلة او النافورة بيدي اليسرى، ماسك حصان بيدي اليمنى. حصان ما انطلق مع اني مخوف من جميع الجهات، يسار يمين فوق تحت، ومتحكم فيه بيد واحدة فقط. ما قمص ما شنع ما لعب ما انطلق، مجرد قد جلقس محله. ليش؟ لان الشيء المخيف ما عوره، ردة فعلي ما عورته، اذا انحاش. ليش؟ السبب اللي يخلي الخيل تنحاش في الوضع هذا ما حصل، فما انحاش. التحكم تام جاء عن طريق الثقة التامة.